مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير التمر الهندي. عنا لتر ونص مي و200 جرام تمر هندي. بنقع التمر بالمي ليلة كاملة. بسم الله. بعد ما نقعت التمر الهندي ليلة كاملة، هلأ بدي احطهم بالطنجرة. بسم الله. بحط فوقهم 3 أكواب سكر. بغليهم مع بعض على الغاز. بحركهم شوي بس ليدوب السكر، وبتركهم 15 دقيقة يغلوا مع بعض. بعد ما غليتهم 15 دقيقة وبردوا منيح، هلأ بدنا نصفيهم بالمصفاي. بعملهم بهيدي الطريقة، بضغط عليهم أو بالإيد. شفتوا كيف؟ بصفيهم منيح. ليصيروا بهيدا الشكل. هلأ هيدول الفضلات اللي بقيوا بحطن بقماشي لأرجع صفيهم منيح بهيدا الشكل، وبعصنهم منيح وبصفيهم بهيدي الطريقة. شفتوا الماي؟ بيرجع بينزل منهم منيح. هلا انتهينا من تعصيرهم، بحطهم فوق بعض. بعد ما عصرتهم منيح، هلا بدنا نفضيهم بمرطبين. نفضيهم بمرطبين بهيدا الشكل. بعد ما حطيناهم بالمرتبان عشان اتأكد، سكر منيح المرتبان.
بعمله بهذه الطريقة، بسكره منيح وبشيل النايلو الزايدة. هيدا الشكل النهائي. هلأ بحفظهم بالبراد، وبس بدي بستعمل. هلأ بقلكن كيف الطريقة بنستعملها بهيدي الطريقة. نستعملهم بحط بالكباية أو ببريق، حطت تقريبا أقل من النص، وبزيد عليهم مي، وإذا حبينا تلج منحركهم مع بعض. هيدا شراب التمر الهندي اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.